16th branch of Megamart and Macromart supermarkets in Bahrain has opened in Sahla. The best offers are available to the customers at affordable rates. Everyone is welcome. During and around the opening day, a variety of fish including salmon, meat and dairy products, roastery, frozen items, food and non-food items, groceries, fruits and vegetables, electronics, garments and ready-to-eat food items are available to the customers at affordable rates. Hearty welcome to all. Megamart and Macromart, your favorite shopping destination. Exclusive franchisee of Cochin Kala Bhavan in Bahrain. With over a decade of existence in Bahrain, exclusive online regular classes have started for classical dances, music vocal, instrumental music, cinematic dance, Kathak, Zumba body fitness, karate and yoga, drawing, arts and craft, children's theatre. For more information, please call 3909-6845-3909-4806-3885-2397 or visit www.bahrainmediacity.com. Since 2006, Magnum Imprint have been offering high standards of quality with our professional team that delivers all your advertising and promotional requirements efficiently and promptly. For more details, please contact 3988-7088 or 3385-6330 or 3354-2530. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعين الكرام في كل مكان. أجمل تحية مسائية تأتيكم من مساء البحرين عبر BMC Global Live على اليوتيوب والفيسبوك. كما عودناكم متابعين الكرام في كل أسبوع يكون عندنا ضيف، وكل ضيف له ميزته وله خصوصيته وله نكهته. بس الليلة ضيفنا من العيار الثقيل، ضيفنا كلنا شفناه ومن أول مشهد حبيناه، تعلقنا بشخصياته ولما تعرفنا عليه أكثر حبيناه أكثر. ضيفنا فنان بحريني ب
بامتياز. نشأ في المسرح وتربى في التلفزيون وخاض التجارب السينمائية، وما زال العطاء مستمر عند ضيفنا الفنان جمعان الرواعي. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور أحييك. تسلم تسلم على هالمقدمة الحلوة الجميلة. احنا للحين ما عرفناك حق جمهورك لان المعروف لا يعرف، ولكن احنا نحب ان انت يعني تعطي جمهورك يعني ولو لمحة سريعة عن جمعان الرواعي الفنان. جمعان الرواعي الفنان، يمكن انت اختصرت الموضوع لما قلت ولد في المسرح وتربى في التلفزيون وخط التجارب. يمكن هذا هو جمعان، اللي هو من اول يوم حط ريله على خشبة المسرح الى يومك، ان انا ما تركت هذا الفن، عايش مع جمعان، عايش مع الفن بشكل يومي بكل لحظة، دائما ابحث عن الجديد. هذا هو جمعان الفنان. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. طبعا مشوارك بداياته كانت في المسرح، يمكن يعني من قبل ما بنقول ايش كثر مسرح الحزن. مسرح لا 81 من 81. نعم. شنو كان اول عمل؟ اول عمل اسمه مسرحية باسم والساحر. باسم مسرحية الاطفال جماهيرية. وكنت يعني يوم صغير كنت احب التمثيل، حبيت التمثيل، خصوصا انا انولدت صدق من مواليد منامه، بس انا تربيت في محرق يعني. ومحرق تعرف في السينما، عند السينما محرق هناك، فكنا يا هال نروح نشوف الافلام الهنديه، فكنت احب ونطلع نقلدهم وشلون يسوون وكذا. ابتديت نشوف مثلا في ذيك الفتره المسلسلات الكويتيه، يعني كنا نعشقها، فنان الله يرحمه عبد الحسين عبد الرضا، اسماء كثيره يعني. فكان يصير هاجسي. في يوم من الايام قلت انا، كان عمري 7-8 سنوات، حطيت في بالي قلت انا لين كبرت بصير ممثل. ليه الحين اتذكر ذيك اللحظه اللي الله الله واللي اخذت فيها قرار ان انا ابغى اصير لين كبرت ممثل، والحمد لله يعني تحقق هذا الشيء سبحان الله. فبس ابحث عن احد ابغى امثل، زي وين اروح؟ ما اعرف وين يروحون. ذيك الفتره تحكي، يمكن احنا تحكي عن 79 77 78 في الابتدائي يعني تو. نعم. الصف السادس رحنا، يا استاذ صالح الفضل الله يرحمه هو اللي اكتشفني او قدم لي يد العون وقدم لي للمسرح. دخل علينا، كانوا بيدرسون مادة المجالات توهم عشان بتصير عندنا من أول إعدادي. نعم. فقال أنا مدرس، ما بدرسكم مجالات، عندي نجارة، فاللي حاب يشارك معي حياه. وأنا خريج المعهد العالي للفنون المسرحية دولة الكويت، وحاب أسوي فرقة مسرحية بالمدرسة ونشارك في مهرجان المسرح المدرسي. جات الفرصة، هذه الفرصة. للحين نفس الشيء أتذكر، قاعد أول صفة طاولتي. كنت من الطلبة الشطار؟ حليو يعني، مو النواي تقول لي كل الشاطر يعني. اللي يطلع أنا التاسع الثامن 10-11 هذي العشرة الأوائل. عشرة الأوائل سي وياهم يعني. نعم. في النص يعني مياود العصر. فبس ابتدينا قال بيسوي فرقة. فطبعا أول يوم على طول روضات يعطينا وشلون الحركة ويشرح لنا المسرح، حبيت وأسوي التمارين. وكان يقول لي جمعان، يقول لي أنت ممثل حلو، أنت ممثل شاطر. يعني أنت تأثرت أول شيء بالسينما؟ أكيد بالسينما بحكم ما قلت لك محرك، والتلفزيون طبعا، والتلفزيون والمسلسلات المصرية أيضا والأفلام المصرية بعد يعني. في ذيك الفترة كان لها دورها ولها حضورها. كنت تميل حق أدوار الأكشن الجادة. الجادة إيه ومشيت على نفس على اللي الجادة يعني. بس في المعهد لما رحت 4 سنوات كانوا كله يعطوني أدوار كوميدية، وكنت يعني احيانا اتناحس ويا الدكتور او المدرس او المخرج، اقول لهم لا انا ابغي اعطيه الهاملت شيء حق شكسبير يعني شيء. اي لا ما يعطوني كوميدي. كوميدي ليه التخرج كله يحطوني كوميدي في مصر؟ تخيل بعد، حتى في يعني كل الدكاتره اللي ما مر عليهم يحطوني كوميدي.
وانا ابغي لا دراما وكذا. يمكن في جانب كوميدي هم مكتشفين بالضبط ما يقولوا لي يضحكون بس انت مو مقتنع فيه. انا ايه يعني اوكي اجرب بالعكس استمتع بس انه مو على طول 4 سنوات كلها اعمال كوميديه ما عدا عمل واحد كان حق صمويل بيكيت في انتظار جودو هذه جاد وكذا مسرح العبثي ايوه ومسرحيه بعد مالت التخرج لان عندنا ماده بعد باللهجه المصريه ايوه مو بنمثل باللهجه المصريه لازم ايوه ف تتقن اللهجه المصريه اي يعني كنت ايامها اي بحكم ان انا بعدين صرت الوحيد اللي في المعهد بس خليجي بروحي صرت انا معاهم فخلاص في حياتي يومنا احنا في المعهد احنا من الصبح نروح ليه في الليل نتم مع بعض. طيب هذه كانت البداية والاكتشاف نعم. على يد الأستاذ صالح الفضل الله يرحمه ويغفر له ولكن من أخذ بيد جمعان الرويعي في طريق النجومية؟ صراحة يعني طبعا أكيد أسماء كثيرة أيوة. بس نبي البداية من عند من؟ بالضبط يعني هي في البداية تشوف أنا صارت لي صدف يعني حتى أنا دخولي المسرحية كان صدفة لأن توقفت الفرقة عندنا في المدرسة بعدين السنة اللي عقبها من أول إعدادي الأستاذ قال في مسرحية في حق الأطفال نبي نقدمها بطولتها 3 أطفال ف اللي هي باسمة والساحر نعم موجودة على اليوتيوب شوف واحد إياها لعلع وانت كنت الساحر؟ لا لا أنا من الأطفال هذه اللي الساحر ياخذ صديقتي الله ف رحت خذانا استاذ حمزه الله يرحمه حمزه محمد الله يرحمه هو اللي كان تبناني يعني كاب لما واؤمن بموهبتنا كاطفال لان بعدين خلانا في كل مسرحيه احنا معاه ايوه فكنت اقدم خلال صرتوا فرقه فرق اي خلاص عندنا اطفال وكذا وياخذوني تلفزيون ومسرح وكذا المهم فحمزه محمد هو يمكن اللي رعانا فعلا فترة ال6 سنوات اللي هو من أول إعدادي ليه ما تخرجت من الثانوي كنت أمثل يعني في المسرح الجماهيري لما رحت الثانوي انضميت سمع الأستاذ قال أنت يقولون ممثل ذي معروف وكذي قلت له اللي يقول إحنا عندنا فرقة إيش رأيك تمثل معنا مسرحية باللغة العربية الفصحى وكذا فدخلت بعد المسرح المدرسي والمسرح المدرسي الحمد لله كنت كل سنة بعد نسوي مسرحية كنت أحصل جائزة تمثيل أيامها ما شاء الله على طار الجوائز طبعا رحلتك في الفن يعني اشتهرت أكثر يمكن جماهيريا من خلال التلفزيون نعم أحب الأعمال اللي قدمتها تلفزيونيا شوف أنا كل الأعمال اللي قدمتها أحبها وأحترمها وكل تجربة تكون عندي مهمة سواء حتى لو في بعض الأعمال التلفزيونية شاركت فيها كضيف يمكن خلال يمكن 5 مشاهد بعضها بس لكن كان دور لا مؤثر ولا حضور قوي بيكون مثلا من الخطايا 10 أمام عبد المحسن النمر وكان هو المحور في العمل واللي لعب فيه فأنا الوحيد اللي أيله وبهدل حياته أغير حياته فوق تحت فيبغي لأنه كذا تعال وكذا كلموني والمخرج كلمني ومحسن بالعكس اقتنع واحب هذه الشغلات لكن هناك في مسلسلات يمكن نتكلم ان تحسها ان هي محطة يعني تركت اثر مثلا على سبيل المثال نقول سعدون ما لها محطة هذه لها مكانة خاصة كمسلسل عندك نيران نفس الشيء نيران بعد عمل يعني كانت تجربة جميلة الأستاذ أحمد يعقوب المقلة كاتب الله يعطي العافية والكاتب أمين صالح يعني أبدع في نيران إيه نعم فيعني هني التجارب نفسها هي اللي يعني تعطي الانطباع أكثر شخصية ودور حبها جمعان رويعي كلهم أحبهم مثل هما نفس سواء بطولة والله إيه نفس عيال كلهم وعطيهم نفس قريب. الجهد نفس الجهد أكيد بحكم من إحنا ما نتكلم عن الجهد أوكي إحنا نتكلم عن القلب المشاعر هو يمكن صارت هذه الشغلة لأن الحين طاف على العمل تقريبا فوق 22-23 سنة ما شاء الله
ولا زال الناس يتابعون او يشوفون ويشوفوني انا الشخصيه سعدون. يمكن هذه شوي صارت جريبه والناس احيانا هم يخلوني ان هذه الشخصيه تبتدي ترتبط معي بشكل يومي. نعم. من خلال لقاءاتي تشوف الناس التقي بالناس يمشون معي سعدون. احيانا اقعد شايك اقعد مثلا عندي يعني صديقه عزيزه منى فيروز، مو منى فيروز هذه مذيعه، منى شكر الله تكلمني ما تكلمني اللي انا سعدون، اروح لهم مثلا العياده اروح لهم تتحكي تقول وما تقول لك انا بكيفي انا سعدون جمعان انا اتعامل ويا سعدون فاتعامل مع سعدون. عارفها الناس هم خلوا هذه الشخصيه تكون يعني قريبه مني. شيء مميز في شخصيه جمعان الروعي؟ الهدوء. الهدوء كنا متناقض متناقضة مع الفن. نعم. والفن نعم. جو صاخب. نعم. وجو نعم. يعني حركي وجو اجتماعي. نعم. وجماعي ممتع. ممتع. نعم نعم نعم. بس اللي يميز شخصية جمعة هناك في لحظة هناك المسرح هناك يطلع الفن. نعم. بعدها خلاص يعني يمكن الورشة الأخيرة اللي قدمتها كنا يوميا نتدرب 4 ساعات من الساعة 5 إلى 9. نعم. فتقدر تتمرس انت تشتغل بشكل انت مريح فهني انت تنطلق على طاري تتناقش تفتح افكار تجرب بس بعدها تبتدي تتامل عقب ما خلصت الجهد. احب الهدوء احب ان افكر شنو القادم شنو اللي صار شنو اللي ممكن بكره اسويه من خلال الورشه هذه. فدائما تدخل جو التحدي خلاص ايوه شو الجديد يعني هل بقدم شيء ولا هل تحدي هو هذه لما انت عندك مثلا 30 أو 35 شخص بتدخلهم في ورشة خلال 5 أيام الارتجال والتقمص يعني شغلتين مهمتين وثقال ان انت شلون توصلهم. والحمد لله لما يعني انتهت الورشة وقدمنا نتاج الورشة في النهاية وصل هذه يعني هذه انت هني اللي بعدها خلاص ترتاح. الفن رسالة على طاري الورش ورش التعليمية أود أن هناك رسالة وهدف. نعم. الفن رسالة. نعم. ممكن تؤدى على خشبة المسرح أو من خلال عمل تلفزيوني. نعم. أو عمل سينمائي أو حتى عمل إذاعي. نعم. ولكن هناك رسالة يحملها الفنان ويحب يوصلها للفنانين الآخرين. نعم. فالورش التدريبية الندوات. نعم. مهرجانات تدريب. نعم. المهرجانات. نعم. هذه كلها تكون إضافة للفنان نفسه. نعم. و يعني خلنا نقول عطاء مستمر. نعم. للأجيال استمرارية. إيه نعم استمرارية. نعم. للأجيال. رصيدك من هذه الورش والندوات والمشاركات
ما شاء الله الحمد لله. يعني مثل قلنا دخلت الفن وانا صغير، الحين يمكن صار لي في المجال اكمل 42 سنة ما شاء الله. فكثير من المهرجانات شاركت فيها، كثير من الندوات. على فكرة يعني ليه قبل تقريبا 2013 ما كنت أشارك في الندوات، كنت دائما مستمع. بعدها خلاص ابتديت الحين أقدر أتكلم وابتدي بالورش. قبلها ما كنت أقدم ورش، كنت أروح أشارك وأدور. نعم. بس ابتديت أقدم الورش، ابتديت هني. بس البحث عن المعرفة ما زال مستمر. طبعا إلى آخر يوم ما في. دائما أقول لهم لا توقف عن مستوى معين. دائما يعني الدكتور عبد الرحمن عرنوس من مصر الله يرحمه. يعني من الأساتذة اللي تعلمت أيضا من الكثير، يعني كان واحد مهووس بالمسرح، مينون مجنون، رجل مجنون ما ينام، ينام في اليوم 5 دقائق بس إن شاء الله. جربنا وفعلا إيه كله هذا ورايح ورايح مسرح مسرح. فاستفدت منه كثير، يعني مثلا مقولة أنه علمني في ذيك الفترة يقول لي التمثيل ألا تمثل، التمثيل يقول حق النام. أنا قاعد تفكر فيها صح كلامه، التمثيل ألا تمثل تكون واقعي، وهذه الشيء إيه وهذه الشيء الأصعب وما يصير في يوم وليلة. وأقول حق الطلبة ترى يبي له هذه بحث واستمرار. فمن ذيك الفترة أنا حاطه في بالي، يعني كان عمري يمكن أيامها 18 سنة لما تعرفت على الدكتور عبد الرحمن عرنوس. فصار فيها بحث تجديد، وإذا قال لي وإذا وصلت عند مرحلة معينة حققت نجاح، حققت نجاح واو تعرف أقول كل نجاح تسويه افرح فيه، بس بعدها اسأل روحك سؤال مهم، وماذا بعد؟ وماذا بعد؟ وماذا بعد؟ فعلا أي تجربة أدخلها الوصول إلى القمة سهل، سهل، ولكن البقاء البقاء عليه شلون أنت تحافظ على هذه القمة اللي أنت فيها. صحيح. أن أنت تشتغل بنفسك. ليش أنا أرجع حق المسرح وأحب أنا بعد هذه براكتس حقي أنا كممثل وأتعلم منهم أحيانا. صح. أشوف أنا أشياء شلون صارت أضبط، أنا أجدد دمائي لما أرجع حق التلفزيون ولا السينما أجيب فكر ثاني مختلف لأن كنت في المسرح. عالم السوشيال ميديا التواصل الاجتماعي، نعم، شنو يعني حق جمعان الروائي؟ طبعا على حسب الوضع اللي احنا عايشينه، يعني صار خلاص يعني هم يعني قمنا نتعامل احنا بالسوشيال ميديا. وانا يمكن تعاملي مع السوشيال ميديا بشكل بسيط، يعني محدود محدود، يعني وحتى يمكن حسابي على الانستغرام ما نزل كثير وايد وكذا، و بين فترة وفترة أحياناً أنزل. بس يعني مع أحمد شريف خلينا نقول نتكلم على اليوتيوب مثلاً. أول ما كلمني أساس أن نتعاون مع بعض كان فيلم قصير كان 12 دقيقة حق أحمد شريف شو نسويه هو. أوكي. مسرحية بس بين الفصلين. فيلم قصير مدة 12-13 دقيقة عصابة الأمهات اسمه. أوكي. عقبها جات فكرة أحمد إنه يسوي مسلسل المصباح، يسوي قناة على اليوتيوب بنسوي أفكار وبنحط وكذا وكذا كذا. فتجربة قلت ليش لا، يعني حتى في كثيرين قالوا شلون جمعان يروح يحط في اليوتيوب يشتغل وكذا. بالعكس تجربة جميلة وتجربة ناجحة. تعرف شنو شقد أضافت لي هذه التجربة؟ يعني قبل المصباح جمعان رويعي ما يعرفونه الجيل القديم، يعني اللي لحقوا على سعدون، نحن الجيل لحن الشباب الموجودين اللي كانوا صغار ما كنا نشوفك يوم صغار ما تشوفهم ما شاء الله يعني ما عارف كبروا ايه كبروا. فالجيل اللي تحت ما كان يعرفني ما كان يقولون انهم مثلا امهم او ابوهم يقول لك هذه فلان ما تعرفونها سلمى ما من ذي ما يعرفونها. صح. اي فالتواجد في السوشيال ميديا في السوشيال ميديا من المصباح لا ما شاء الله الحين 4-5 سنوات يعرفوني. فاضاف لي يعني جمهور والاطفال ما شاء الله، يعني اللي قبل كانوا ما يعرفوني الحين اضافوا.
فأنت شلون تتعامل مع السوشيال ميديا؟ شنو بتختار؟ شنو تقدم أنت؟ بعد لازم يكون الواحد يكون فيها حذر. صحيح. أي نعم. من بعد السوشيال ميديا شنو قادم فنان فنان الكبير حبيبي 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 كبير حاليا وماذا بعد وماذا بعد ايوه دائما يعني. هذا هو الحين هذه الفتره انا قاعد اعيشها وماذا بعد بس ان شاء الله هناك مثل ما اعلنوا الحلقه الاخيره في المصباح انه راح يكون هناك في فيلم سينما ان شاء الله احمد شريف والمجموعه يعني واحنا حاليا قاعدين نحضر يعني هذه التجربه ان شاء الله تطلع ان شاء الله على نهايه السنه بدايه السنه الجايه نشوف ان شاء الله يطلع ان شاء الله يطلع بالاضافه يعني الحين حاليا طبعا اكيد شهر 10 والله 11 نبتدي نرجع حق التلفزيون تشوف يا اخراج يا تمثيل يعتمد اذا تمثيل اكيد طبعا اذا دور حلو اكيد راح اتجه حق التمثيل يعني امسكه اخراج انا مخليه ثانوي باذن الله اي باذن الله استاذ جمعان يعني الفنان البحريني نعم على خارطة الفن العربي او الفن العالمي خلنا نقول على الفن العربي نعم اين يقع الفنان البحريني الفنان والله الفن الفنان البحريني الفنان البحريني يعني هو من المحطات يعني او المراكز المتقدمة يعني انا ما بقول لا الاول ولا الثاني ولا يعني لا مكانت خصوصا في المسرح لا ثقلة في المسرح مسرح البحرين سواء كان في الخليج أو الوطن العربي دائما يحسبون له ألف حساب في المهرجانات نعم يعني فن بخير أي لا لا بالضبط ولا سمع أحيانا في تجارب ها شوية تسيء ولكن في الأغلب يعني لما نروح المهرجان التجريبي في القاهرة على طول إذا يعرفون أن مسرح الصواري أو عمل بحريني لازم يكون حضوره يقول لك هاي فرقة الصواري جايين فلا مكان لا قيمته ولا بالضبط نعم. إيه بين اللي في الوسط يعني في من خلال الجمهور نفسهم فنان يعني والحمد لله في الخليج بعد سمعته حلوة وطيبة ولا مكانته يعني بين الفنانين الخليجيين نعم. وحتى يمكن ينافسون بعضهم في الوطن العربي يعني وفي تجارب كثيرة يعني حتى على المستوى الإخراج صح. إذا بدت عندنا مخرجين بحرين هي الوحيدة يمكن في الخليج اللي عندها يمكن في 8-9 مخرجين في الساحة الخليجية ما شاء الله أي يعني أحمد يعقوب المقلة مثلا عندك علي العلي محمد القفاص حسين الحليبي أحمد الفردان وش أقول لك بعد بانس أسماء وياهم أنا بس فعارف يعني في ما شاء الله عندنا الحمد لله يعني كل إنسان عنده حلم نعم وفي كل مجال طبعا نعم. مو بس أكيد. في مجال أكيد. الفن أكيد ودائما الإنسان يعني يكون في عنده شخصية كذي يحب إنه هو يعيشها أو إنه شخصية أو فنان إنه يحب إنه يشتغل معاه بس ما صارت الفرصة في ماذا بعد ماذا بعد أي والله شوف الله يرحمه يعني من ما يتمنى إنه يشتغل معاه فنان الكبير عبد الحسين عبد الرضا الله يرحمه الله يرحمه يعني صار يعني حصل لي فرصة ان انا اشتغل كنت مخرج منفذ مع محمد دحام الشمري اخوي المخرج اي نعم كنت انا المخرج المنفذ فصار لنا فرصة ان احنا بنقدم عمل حق عبد الحسين فما تتصور شنو كانت ديك اللحظة اللي انا حتى التجربة نفسها كانت من اجمل التجارب اللي عشتها لان كنت قريب من هذا الانسان الفنان العملاق الله يرحمه فاي يعني هذه تمنيت حتى صارت علاقه يعني بيننا يمكن الستاف كلهم يعرفون يعني ابو عدنان جمعان لحد يجربه يعني فكان يتناقش معاه ويتصل لي واكلمه وكذا كان ودي اقدم له عمل هذه اللي انا كان ودي اقدم له عمل وكان فعلا قال لي واعطاني نص وقريته وكان متحمس وكنت معاه في اجتماعات وكانت فترة قريبة لما قريت النص قريبة من رمضان يعني رمضان باقي عليه تقريبا شهرين
فكنا نبي نسوي العمل اوكي بنبتدي فيه. لما قريت الناس ما حبيت الشخصية اللي هو يطلع فيها لأن طلعته بصورة مو حلوة. ما حبيته. وإحنا كخليجيين ما نرضى على بعدنا. أيوة ما نرضى على بعدنا. يعني لو أحد ثاني يمكن لك أي بعدنا يلا أي شيء بسويه لكن المهم إن أنا ويا اسمه. إحنا بعد يعورنا قلبنا ولا هذه فرصة. صح. تمنيت فعلا وكان مفروض إنه يصير تجربة عقبها ولكن صارت شاءت الأقدار لكن يعني هذا اللي أنا كنت أتمنى إن أنا أشتغل لعمل إخراج. إن شاء الله تعالى يعني في البركة في الشباب. في الشباب طبعاً حبايبي كلهم أكيد الأجيال ما في ولا كسور منه بالعكس كلهم يعني طاقات جميلة وفنانين ويعرفون شنو علاقتي أنا معاهم يعني خصوصاً في الخليج قلت لك يمكن أنا متميزة علاقتي لأن ربيت صغير بينهم يعني حتى في المهرجان الخليجي اللي صار في أول مهرجان خليجي صار بالكويت. نعم. كنت أمثل فكل فنانين الخليج هناك في ذيك الفترة صار ابتدينا نتلاقى خلاص تصير علاقة تعرف الرواد والصغار كلهم فعارفيني يعني في الكويت الإمارات كل دول وإحنا بعد شرفنا نحن حبيبي تعرفنا عليك واستضفناك في هذا البرنامج. حبيبي حبيبي أستاذ جمعان الروائي الفنان البحريني الجميل المتميز صاحب البصمة حبيبي عندك رسالة تحب توجهها إلى جمهور متابعينك؟ جمهوري متابعيني طبعاً يعني أكيد وايد عزيزين على قلبي يومياً ألتقي فيهم وأشوف تعابيرهم أقول لهم أنتوا استمرار أو نجاح جمعان ودخوله في التجارب أنتوا اللي تأخذون تحفزوني حق إن أنا أقدم الجديد. يعني فعلا انتوا سند الاراء والانتقادات والكلام اللي يوصل والردود الفعل اللي اشوفها هي اللي تعطيني الطاقه فعلا يكون اي تجربه قادمه جاية اعرف انا عندي ناس يحترمون هذا الشيء فانا لازم احترمهم فما اقدم لهم الا كل اللي اعرف انه ان شاء الله يرضيهم ان شاء الله. وشاكر لكم على المقابلة الجميلة. احنا نقول لك من نجاح إلى نجاحات. إن شاء الله. في ماذا بعد؟ إن شاء الله. ماذا بعد؟ إن شاء الله. إن شاء الله. شكراً لك. حياكم الله تسلم. تسلم. متابعين الكرام إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من مساء البحرين على أمل اللقاء بكم في حلقات أخرى. تقبلوا تحياتي عصام الخياط. ومن الإعداد رباب شمسان ومن التنسيق والمتابعة فاطمة المنصوري حتى نلقاكم في الحلقة القادمة أبقوا على خير وإلى اللقاء.